بسم الله الرحمن الرحيم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا الأعزاء. إذا سألنا الطفل لماذا لا يقضي الله على الظالمين، فبما نجيبه؟ في البداية من المفيد تشجيع الطفل عندما يسأل، فنقول له مثلا: معك حق يا عزيزي أن تسأل وكل أصدقائك هذا السؤال، فأنت تشاهد كل يوم الصهاينة في فلسطين يقتلون ويهدمون ويظلمون، وترى الأمريكيين يقصفون الناس في أفغانستان وفي العراق، وأنت حين ترى هذه المشاهد كل يوم يتفطر قلبك على الناس في هذه البلاد، وتقول في نفسك: لماذا لا يعاقب الله هؤلاء الأشرار والظالمين؟ فلا يحب المسلمين لينقذهم؟ أهلنا الأحبة، للإجابة على هذا السؤال لنضرب له مثالا، وهو متعلق بفصول السنة، فنقول له: أنت تعرف بالتأكيد أن السنة مقسمة إلى 4 فصول، وهذه الفصول هي الربيع والصيف الخريف والشتاء، وكل فصل له ميزاته وخصائصه. فلنذهب معا إلى كل فصل ونطلع على ميزاته. فصل الربيع هو أول فصول السنة، تخضر فيه الأرض، تورق الأشجار وتتفتح الزهور. بعد الربيع يأتي فصل الصيف، يكون الطقس حارا في الصيف، تتبخر المياه فيه بكثرة بسبب الحرارة العالية. الفصل الثالث هو فصل الخريف، يصبح الطقس فيه باردا نوعا ما، تتساقط الأمطار بكثرة، كما تصفر أوراق الأشجار وتتساقط. فصل الشتاء آخر فصول السنة وأكثرها برودة، تكثر فيه الأمطار، تشعل الناس مدافئها بسبب البرد، وتدخل الأشجار بعد أن تساقطت أوراقها في فصل الخريف في نوم عميق. ثم نضيف: هل رأيت يا بني كم أن فصول السنة مختلفة فيما بينها؟ كل فصل له خصائصه، وللطبيعة فيه حالتها وبرنامجها الخاص، ولنا نحن البشر جعل الله فصلين من الحياة وبينهما اختلاف أيضا. الفصل الأول حياتنا من الولادة وحتى الموت، والفصل الثاني ما بعد حياتنا، أي من الموت إلى يوم القيامة وما بعد القيامة أيضا. يمكننا في الفصل الأول من حياتنا، أي المدة التي نحياها في هذه الدنيا، أن نقوم بأعمال الخير وكذلك بأعمال الشر، ونحن أحرار في هذا الفصل في اختياراتنا للخير أو الشر. يمكننا أن نكون رحماء أو ظالمين، ويمكن لنا أن نصلي أو لا نصلي، يمكننا أن نختار الصدق أو الكذب، يمكن أن نحسن إلى والدينا ويمكن أن نسيء إليهما. لقد أعطانا الله تعالى خلال هذه المدة، أي الفصل الأول، فرصة لنختبر أنفسنا، هل نحن من أهل الصلاح أو من أهل السوء؟ الحياة الدنيا هي امتحان واختبار لنا، فإذا قمنا بأعمال حسنة في هذه المدة فسيكون مصيرنا وحياتنا في الآخرة، أي الفصل الثاني من حياتنا، الجنة. وإذا ظلمنا غيرنا وكنا من أهل السوء لا سمح الله في هذه الدنيا، سيكون حسابنا صعبا في الحياة الآخرة. فليس صحيحا أن الله لا علم له ولا شأن له بأعمال الظالمين ولا يرى أعمالهم السيئة. نعم، إن الله يرى أعمالهم، ولكن الآن في الحياة الدنيا هو وقت الامتحان. يقول الله في الآية 42 من سورة إبراهيم: ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون، إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. حياة القيامة هي الفصل الثاني من حياتنا، حيث نرى جزاء أعمالنا السيئة والحسنة، ومن الطبيعي أن بعض الظالمين سيعذبهم الله في الحياة الدنيا، وإن كان جزاؤهم الأساسي هو في القيامة. أهلنا الأعزاء، يمكن أن نكمل مع ابننا أو ابنتنا فنقول لهما: لدى الله صبر طويل طويل، فإذا أمهل الظالمين عدة أيام فهذا لا يعني أنه يتركهم وشأنهم. الظالمون سيجازون في الدنيا والآخرة، ولو ألقيت نظرة صغيرة على تاريخ الظالمين ستجد أنهم لم ينالوا إلا الخيبة والخسران في هذه الدنيا وفي الآخرة. أهلنا الأعزاء، إلى لقاء قريب.